درس النهاردة إن شاء الله هو Light Refraction، وهو تاني درس في Light ورابع درس في Chapter Waves. أول جزئية هندرسها هو Meaning of Refraction وموجود إزاي في حياتنا. تاني حاجة هندرسها أمثلة على Refractions في ثلاث أشكال مختلفة من Glass Blocks. ثالث حاجة مفهوم علمي اسمه Refractive Index. رابع وآخر جزئية هي Critical Angles وظاهرة اسمها Total Internal Reflection. أول حاجة هندرسها في الدرس هتكون الـ meaning of refraction. الرفراكشن بيتمثل في انكسار الضوء لما بيتنقل من ميديم شفاف لميديم شفاف آخر. الدياجرام اللي قدامي بيبين ازاي ان اللايت كان ماشي في الاير في اتجاه، لما دخل الجلاس انكسر وغير اتجاهه، ولما طلع من الجلاس بلوك تاني غير اتجاهه مرة تانية. الظاهرة دي اسمها ريفراكشن. بيقول ايه هي the bending of light when it passes from one medium to another، هو ده اللي بنسميه ريفراكشن of light. بنشوفه ازاي في الحياة. لو حطينا كوين في glass of water وبصينا عليها بانجل من جنب الجلاس، هنلاحظ ان الكوين في مستوى اعلى من مستواها الحقيقي، ده بسبب الريفراكشن. كمان اكسبيرمنت ابسط، ان احنا لو حطينا بنسل او بن جوه جلاس اوف ووتر، هنلاحظ ان البنسل ده وكانه مكسور، ده بسبب ريفراكشن اوف لايت. اوبجكت بليسد ان ووتر ابييرز هاير ذان اتس ريل بوزيشن ديو تو ريفراكشن. ا بنسل بليسد ان ووتر ابييرز تو بي بروكن ديو تو ريفراكشن. نتعمق اكتر في الريفراكشن وندرس بعض اللاينز اند انجلز. بيفكرني in the bending of light when it passes from one medium to another is called refraction of light. الكيوب الجراي اللي قدامي ده عبارة عن glass block، والمربع اللي لونه purple ده حاجة اسمها ray box، بتطلع light ray رفيع زي شعاع الليزر. لما light ray هينزل بهذا الاتجاه على السطح الاول للكيوب، بمجرد دخوله من الاير للجلاس من خلال السيرفس ده، هيحصل له تغيير في الاتجاه، وده اللي سميناه refraction. كمان لما يجي يطلع تاني من الجلاس الترانسفيرنت للاير اللي هو الترانسفيرنت، لازم يحصل له ريفراكشن تاني. اللي قدامي دول تو ريفراكشنز، من الاير للجلاس ريفراكشن، ومن الجلاس للاير ريفراكشن تاني. الخط البربنديكولار تو ذا سيرفيس ده احنا تعرفنا عليه قبل كده في الريفلكشن، هو اسمه النورمال. كذلك بالنسبه للسيرفيس التاني لازم يكون في نورمال خاص بيه. الخط ده بيكون خط وهمي غير موجود في الحقيقه، احنا اللي بنرسمه. بالنسبه للسيرفيس الاول، الانجل اللي هو حددها لي اي دي اسمها الانجل اوف انسيدنس، والانجل اللي ظهرت قدامي دي هي الانجل اوف ريفراكشن. طبعا ده كله بالنسبه للريفراكشن الاولاني اللي هو على السيرفيس الاولاني لللايت اللي جاي من الاير داخل جوه الجلاس. في ريفراكشن تاني من الجلاس للاير، والانجل اللي ظهرت قدامي دي تعتبر الانجل اوف انسيدنس بتاعته، والانجل التانية دي هي تعتبر الانجل اوف ريفراكشن بتاعته. بيوريني ان اللي قدامي ده عباره عن تو ريفراكشنز على تو سيرفيسز. الري اللي خارج من الري بوكس ده اسمه انسيدنت ري، عشان كده الانجل اوف انسيدنس هي اللي ما بين الانسيدنت ري والنورمال. الري اللي بيحددها لي دلوقتي اللي جوه الجلاس بلوك اسمها الريفراكتد ري، عشان كده الانجل اوف ريفراكشن هي اللي ما بين الريفراكتد ري والنورمال. ده بالنسبه للسيرفيس الاول او الريفراكشن الاول. بالنسبه للريفراكشن الثاني اللي على السيرفيس الثاني، الريفراكتد ري نفسه هو بالنسبه للسيرفيس الثاني انسيدنت ري، والري اللي طلعت في الاخر هي الريفراكتد ري بالنسبة للسيرفيس التاني، وليها اسم اخر بنسميها emergent ray. الري الاخيرة اللي طلعت برا الجلاس بنسميها emergent ray. الرولز اوف الريفراكشن، قواعد الريفراكشن، بناء على اللي احنا شفناه بنقسم الميديمز لرير خفيف ودنس تقيل. طبعا في الحالة اللي قدامي الرير بيكون الهواء الاير، والدنس بيكون الجلاس. لما اللايت راي بينزل على السيرفيس الاول، المفروض اتجاهه الصحيح يكون زي ما هو مبين بالنسبة لي بالسهم الاحمر المتقطع، ده اتجاهه الحقيقي، ده النورمال بتاعي. وبيقول لي ان فعليا مش بيحصل كده، فعليا الري بتنكسر towards النورمال، بتقرب من النورمال. عشان كده بنقول ان from rare to dense the ray bends towards the normal. طيب والانجل اوف انسيدنس بتكون اكبر من الانجل اوف ريفراكشن. بينا نبص على الريفراكشن التاني اللي هو من الجلاس خروجا الى الاير مرة اخرى. بيقولي from dense to rare the ray bends away from the normal. تعالوا نوضح هذا الشيء. الجلاس
الدنس، بينما الاير بيعتبر رير خفيف. لو فكرنا في الاتجاه المنطقي المفروض ان الري تكمل في هذا الاتجاه المبين بالخط الاحمر المتقطع. لو رسمنا النورمال هنبص نلاقي ان فعليا مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان الري بيحصل لها بيندنج بعيدا عن النورمال، away from النورمال، والانجل اوف انسيدنس بتكون اصغر من الانجل اوف ريفراكشن. الانجل اوف انسيدنس هنا هتكون الانجل الميديم، بينما الانجل اوف ريفراكشن هنا هتكون الانجل ان اير. في حاله اخرى خاصه، وهي ان اللايت راي ينزل بيربنديكولر على السيرفيس او ينزل على النورمال على طول. بيقول لي when ray falls perpendicular to the surface او بمعنى اخر along the normal it passes undeviated، بيعدي من غير ما يحصل له اي انكسار او تغيير في الاتجاه. دي حاله خاصه للريفراكشن. اللي فات ده كله من حيث approaching النورمال او away from النورمال ده عنينا بتشوفه، الا ان الريفراكشن فيه اشياء عينيا مش بتقدر تشوفها او تقدر تميزها، استنتجناها من دراستنا للووتر ويفز، وهي التغير اللي بيحصل في الويف لينث والويف سبيد والفريكوانسي من رير تو دنس. بالاضافه الى ان الري بتابروتش النورمال، الا ان بيحصل حاجات تانية، وهي ان الويف لينث بتقل. فلو بصينا على الجلاس بلوك اللي قدامي والريفراكشن الاول اللي يمثل تغير من رير تو دنس بالاضافه الى ابروتشنج النورمال، بيقول لي from rare to dense the الويف لينث decreases، وده اللي واضح على الرسمه، والويف سبيد decreases، الفريكوانسي unchanged مش بيحصل لها حاجه، والري bends towards the normal. طبعا بالنسبه لللايت ملاحظه الويف لينث والويف سبيد والفريكوانسي يعتبر من المستحيل، الا اننا تمكننا من ان احنا نفهم هذا الشيء بشكل اكبر بدراستنا للووتر ويفز في الدرس الاول. كذلك الرسمه بتوضح لي from dense to rare، طبعا بيقول لي from dense to rare wave length increases, wave speed increases, frequency unchanged, and bends away from normal. الجزئية التانية من الدرس هندرس أمثلة محددة على refractions معروفة في اللاب. هناخد special refractions. أول refraction هناخده وهو rectangular block. الجزئية من الدرس دي تتعلق كلية بفهمي للجزء اللي فات، اللي هي اللي بيحدث أثناء refraction. أول refraction عندي وهو من خلال rectangular block، أدي source of light هيبدأ ينزل light ray. كان المفروض يكمل في المسار اللي باللون الأحمر، إلا إن احنا عارفين إنه ما بيحصلش هذا الشيء، وإنما بيapproach towards النورمال. هنرسم نورمال تاني، وبعدين من دنس تو رير كان المفروض يكمل في هذا الاتجاه، برضو احنا عارفين ان ده ما حصلش، وانما بيبنز away from the normal. ده شكل مسار اللايت راي جوه الجلاس بلوك. طبعا لو الجلاس بلوك بتاعي منتظم هنلاحظ ان الامرجنت راي اللي هو التالت بيكون بارالل للانسيدنت راي اللي خارج من السورس. تاني نوع من الريفراكشن وهو من خلال السيمي سيركلر بلوك، وادي السورس اوف لايت خارج منه لايت، بس اللي انا مقرر عليا فيه انه ينزل بالضبط في السنتر اوف السيمي سيركلر بلوك. بشكل طبيعي جدا اي واحد فاهم ريفراكشن هيعرف ان اللايت مش هيكمل ستريت لاين، وانما هيبنز توورز ذا نورمال بشكل طبيعي زي ما حصل في الريكتانجلر بلوك. بس تيجي هنا النقطه الثانيه اللي عايزين نفسرها بشكل واضح. اللايت راي رقم 2 اللي هو حاليا داخل السيمي سيركلر بلوك اللي جاي من السنتر بيكون دائما بيربنديكولر على السيرفيس، او بمعنى اخر منطبق على نورمال. اللايت راي ده الحقيقة هيكمل undeviated بهذا الشكل من على السيرفيس بتاعت السيركل. النوع التاني من اللايت رايز اللي على السيمي سيركلر بلوك اللي هو لو اللايت جاي اصلا perpendicular على السيرفيس. اللايت اللي جاي perpendicular على السيرفيس بناء على الرولز اللي احنا واخدينها، او بمعنى اخر along النورمال، المفروض انه يكمل undeviated بدون اي انكسار. بيبدأ ينزل على السيرفيس المستقيم، فهتنطبق عليه برضو رولز الريفراكشن، وهو هنا جاي من glass رايح لاير، اذا هي بند away from the normal. دول شكلين للسيمي سيركلر بلوك مقررين عليا بالتحديد. الريفراكشن الثالث هو من خلال بريزم. هناخد لايت راي عادي جدا هينزل على السيرفيس الاول، وبتطبيق نفس الرولز المعروفه هيبدا يبند towards the normal. من داخل البريزم هيبدا ينزل على السيرفيس الثاني، وبنفس قواعد الريفراكشن هيبدا يبند away from the normal عشان يديني الشكل النهائي اللي قدامي ده بالنسبه للتراينجلر بريزم. في انجل هنا الحقيقه تخص البريزمز بس، وهي الانجل ما بين امتداد الانسيدنت
resident ray وامتداد emergent ray اللي بيوضحها قدامي في الدياجرام. الانجل دي بيسميها angle of deviation وهي تختلف من prism لآخر. ملخص سريع اللي احنا اخدناه، عندي 3 special refractions: الrectangular block، السemicircular block بشكلين، والtriangular prism. ما فيش فيهم اي شيء جديد، هو مجرد تطبيق لقواعد الريفراكشن اللي احنا درسناها قبل كده.